ومن أمثلة الشركة أيضا إنه زول يكون معلق صورة الشيخ في الحافلة أو في الدكان أو في البيت، ويعتقد إنه الصورة دي بتكف البيت من العين أو من العارض أو بتصلح الحافلة أو بتجيب الزبائن في الدكان، ده برضه شرك. زي تعليق الحجابات برضه شرك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. عرفت الكلام ده كيف؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فالزول اللي بيشرك بالله ده عدو لله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كده أنا بسأل الناس زي اللي كان بينطط بالحجاب ده، زول اللي لابس حجاب كده بالراحة كده، نحن نناقشه نقاش منطقي يا جماعة. أدينا الأدلة من الكتاب والسنة ما اقتنع، طيب نناقش نقاش منطقة. أي زول معلق له حاجة بيعتقد إنها بتنفع وبتضر، طيب لما طلعت من بطن أمك كنت قاعد جوا، هل في زول ولدته أمه بحجاب؟ ما في. طيب الرزق جوا بطن أمه منو؟ والحفظ لحد ما طلع ولده منو؟ الله. يبقى الحفظك جوا الله عز وجل بيحفظك برا، ده واحد. اثنين، قالوا الحجاب ده من القرآن. قالوا الحجاب ده من شنو؟ من القرآن. هو ما قرآن بالمناسبة، كل الحجابات اللي بيكتبوها الصوفية دي فيما نعلم أغلبها أشوفناها الغالبية العظمى الساحقة فيها نجوم وفيها مربعات، المربع فيه 9 مربعات، في كل مربع فيه رقم، إذا جمعت فوق بدي 15، جمعت ب15، جمعت في النص بدي 15. ده ما قرآن، ده ما قرآن. لكن لو فرضنا إنه حجاب من القرآن صر، العلماء قالوا ده ما شرك لكن ممنوع. ليه؟ لأنه ربنا منع إنك تعلق القرآن. ليه؟ لأنه قد تخش به الحمام، وده امتهان للقرآن لكلام الله، ولا ما امتهان؟ ده استهانة بكتاب الله. قال لا لا لا، الصوفي قال لا لا لا، بنقلعه برا. ايوه، خشيت بدون الحمام بدون حجاب، هاي الحفظك جوا ده بيحفظك برا. ده بالراحه، بالراحه. عرفت كلامي؟ ده برا، ده بالراحه كده بتكورك. الصوفي ورا بيكورك، واو يا اخي، ده خلوه زمان يا اخي. الفتوى انا وانت ذاتك ما ارجل من اي زول هنا يعني. عرفت كلامي؟ دي ما بتجيب حاجه، اللي بيجيب حاجه قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجوطه وعضلات وفتوه، والله ربنا يعني اصغر شافعي يصلت عليك يشيلك يجدعك يا صوفي. عرفت كلامي؟ فده ما بيحلك مننا يا صوفي. وانت لو ما زول بليد الصوفي، انا يعني ما انتوا الناس المحترمين، لو ما زول بليد الشيخ ده ما قال مالك الكون. محمد عثمان المرغني شيخ الطريقه الختميه قال شنو؟ قال: الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا، في طي قبضتنا. طيب الليله نحن قاعدين مش في الكون بس كله، نحن قاعدين هنا في السوق المركزي تحت الشجره دي، وده الميكروفون. خلي شيخك ده ينفخنا او يسكتنا هسه دي، ما بتقدر. اذا يا صوفي تخلي شيخك تمسك في ربنا براو سبحانه وتعالى: الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ربنا قال: الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وشوف سبحان الله، ربنا قال النور وقال الظلمات، أفرد النور واحد وجمع الظلمات كثيرة ظلمات. ليه؟ العلماء قالوا لأنه طريق الحق واحد، عشان كده قال النور. وطرق الضلالة الطرق كثيرة، قال الظلمات. الليلة في كم طريقة صوفية في البلد دي؟ ده أكبر دليل من الواقع يوريك إنه الصوفية على باطل. ليه؟ لأنه كتار، طرق كثيرة. السمانية ذاته متشكل وتقسموا في أبناء غريب الله، الفاتحة غريب الله، وفي بتاعنا البرع بغادي، وفي بتاعنا غريب الله ديل ذاتهم. لما الفاتح غريب الله البروفيسير مات، ولده ودي عمه اتشاكلوا، اتقسموا 2. دي سمانية بس، دي سمانية، انا لسه ما جيتك للباقي. انت
تجانية وما جيتك لسه. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.